السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرة أخبار عمان مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان. أهلا بكم. ومن أبرز العناوين: سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد يستقبل رئيس ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية، ويعرب عن ارتياح السلطنة لسير العلاقات بين البلدين الشقيقين. أمام مجلس الشورى، وزير الخدمة المدنية يؤكد استمرار التوظيف في القطاع الحكومي، ويشير إلى أن ترحيل الترقيات مرتبط بالظروف المالية. الحمد لله، تحصيلي دراسي ممتاز، لدي مشاركات عديدة. عبد الرحمن طفل عماني يتجاوز مرحلة التأهيل من طيف التوحد ويلتحق بالتعليم النظامي. استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء اليوم معالي الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري رئيس ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية، الذي نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية إلى أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظهم الله. وبعد أن رحب صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد بالضيف، أعرب سموه عن ارتياح السلطنة لسير العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين بفضل ما تحظى به من رعاية من لدن القيادة في كل منهما، كما أشار سموه إلى أهمية أجهزة الرقابة ودورها في التنسيق والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة من أجل الصالح العام. تناول الحديث خلال المقابلة وسائل تعزيز التعاون القائم بين الجانبين، كما تم استعراض عدد من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانبه، عرب معالي الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري عن اعتزازه بهذه الزيارة وما تتيحه من فرصة طيبة للاطلاع على التجربة العمانية في مجالات الرقابة المالية والإدارية، مشيدا بالتطور الشامل الذي تشهده السلطنة في العديد من المجالات، مؤكدا معاليه على أهمية المباحثات التي يجريها مع المسؤولين بالسلطنة والتي تأتي في إطار ترسيخ أواصر التعاون المثمر بين البلدين. وقد أبلغ صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد معالي الضيف نقل تحيات جلالة السلطان المعظم لأخيه خادم الحرمين الشريفين وتمنياته الطيبة لجلالته بدوام التوفيق وللشعب السعودي الشقيق طراد التقدم والنماء. حضر المقابلة معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية، كما حضرها سعادة عيد بن محمد الثقفي سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة. بحث أوجه التعاون في العمل الرقابي بين السلطنة والمملكة العربية السعودية كانت محور لقاء معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة مع معالي الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري رئيس ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية. وتضمن اللقاء مناقشة الممارسات الرقابية في تطبيق المعايير المهنية الصادرة عن المنظمات الدولية وإعداد الأدلة الداخلية بما يحقق الكفاءة في إدارة المهام الرقابية، بالإضافة إلى استعراض الآلية المتبعة في بناء الكفايات الوظيفية وفقا للإطار الصادر عن مبادرة تنمية القدرات التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة. كما تخلل اللقاء تقديم عروض مرئية حول عدد من المحاور المتعلقة بالقوانين والإجراءات المتبعة لدى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في تنفيذ الاختصاصات وتحقيق الأهداف الموكلة إليها. التوظيف مستمر في قطاع الخدمة المدنية حسب الحاجة، هذا ما أوضحه معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية. وأمام مجلس الشورى أوضح وزير الخدمة المدنية أن ترحيل الترقيات جاء نظرا للظروف المالية التي مرت بها السلطنة. منظومة الموارد البشرية من خلال استحداث آلية، تخطينا عنق الزجاجة في أزمتنا المالية، وتأثيرات انخفاض أسعار النفط على عمليات التوظيف ليست شماعة بل واقعا، هكذا عبر وزير الخدمة المدنية أمام مجلس الشورى الذين وضعوا نصب عيونهم ملف الباحثين عن عمل. والوزير يؤكد أن التوظيف مستمر في قطاع الخدمة المدنية بحسب الحاجة. انخفاض الموازنة بنسبة 20% تقريبا 19% في 4 سنوات
بما فيها بند الرواتب كان من الصعوبة بمكان أن يصار إلى إضافة أعباء إضافية على الموازنة، خاصة أن السلطنة طبعا حريصة على سمعتها المالية، ومن الدول الحمد لله ذات الاستقرار والأنظمة المالية المعروفة والواضحة. طبعا أنا متأكد أن الترقيات من الأمور التي تثلق الصدر، ويعلم الله أني أتمناها اليوم قبل غدا يعني، والكل يعرف أن موقف وزارة الخدمة المدنية دافع للترقيات. التعيين في القطاع الخاص كالزواج بالإكراه، كلا الطرفين لا يرغبان ببعض، هذا حقيقة، هذا ملاحظ من بعض التقييمات، يعني تجد بعض الأخوان لا يسات لديهم رغبة في العمل في القطاع الخاص، وبالمقابل أصحاب الأعمال في القطاع الخاص ليس لديهم رغبة برضو في تعيين بعض العمانيين. أنا أعتقد أن بيئة العمل متى ما كانت صحية في القطاع الخاص فهي لصالح الطرفين. البيئة الصحية في القطاع الخاص تبدي ابتداء من الراتب، أن يكون راتب جيد يحفظ المواطن كرامته وييسر أموره، وبالمقابل أنا أعتقد يقينا عندما يعطى المواطن راتب جيد أعتقد أنه سيقدم أفضل ما عنده، أنا أفهم كذا، أو أفضل ما لديه كما يقال، فبالتالي الإنتاجية ستزيد وستنعكس إيجابا على صاحب العمل، فلا نستخسر شيء في العماني يستحق. ترحيل الترقية جاء نظرا للظروف المالية التي مرت بها السلطنة من تأثيرات أسعار النفط، تأكيد لوزير الخدمة المدنية، وأعضاء المجلس يشيرون إلى أن ذلك ليس مبررا، موضحا الوزير إلى أن السعي حثيث لتتم الترقية. لما نثق فيه لكن أعضاء مجلس الشورى ذهبوا في حديثهم إلى أهمية إعادة النظر في رواتب المتقاعدين، فمنهم من يستلم راتبا ضئيلا، وبحث مسألة التقاعد المبكر والنظر في الاستقالات والتعامل بحزم مع أصحاب الشهادات المزورة. كما ناقش الأعضاء العمل المرن، حيث أوضح وزير الخدمة المدنية إلى صعوبة تطبيقه كليا، وتوجه الحديث إلى أهمية تقليص الندوات والاستفادة من أموالها في تدريب الكوادر الوطنية. وفي خبر أورده الوزير على موافقته تثبيت عمل 900 حارس مدرسي، آخر رقم رسمي يعني وتوصلنا إليه من هيئة تسجيل كل عمل هو تقريبا 60,000 باحث عن عمل، وحقيقة يعني حسب مرئيات اللجنة وتحليله خلال الفترة السابقة نعتقد أن الرقم أكثر من هذا الرقم المعلن عنه، وأيا كان الرقم أعتقد المهم هو وجود آليات مناسبة في التعامل مع التشغيل القوى العاملة الوطنية وعلى كافة المسارات سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص أو في ريادة الأعمال. في كثير من الباحثين عن عمل يمكن عندما زالت الفترة اللي هي الخاصة ببحثهم عن عمل أصبحوا لا يسجلوا يعني بانتظام في سجل القوى العاملة، لذلك فنعتقد بأنه الفعل يعني أكبر من الرقم اللي يعني تم الإعلان عنه، ومثل ما قلت سابقا بانه يعني اللجنه طرحت الكثير من التوصيات في هذا الجانب. ارقام وردت في بيان وزير الخدمه المدنيه، 39 وحده حكوميه خاضعه لقانون الخدمه المدنيه يعمل فيها اكثر من 174,000 موظف، يمثل العمانيون ما نسبته 87.5%. أعضاء مجلس الشورى أكدوا في جلسة وزير الخدمة المدنية على أهمية تسريع وتيرة توظيف الباحثين عن عمل في مختلف مؤسسات الدولة في ظل وجود أكثر من 1,800,000 من العمالة الوافدة، منهم من يعمل في القطاع الحكومي. من مجلس الشورى فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط. المركز الوطني لأمراض الدم الوراثية أول مركز إقليمي في الشرق الأوسط يعنى بالإرشاد الوراثي، هذا ما كشفته حلقة العمل الوطنية للصحة للإرشاد الوراثي التي ينظمها المركز في محافظات السلطنة. الحلقة التي أقيمت في محافظة جنوب الباطنة استعرضت خدمات الإرشاد الوراثي والفحص لما قبل الزواج في ظل ارتفاع نسب الإصابة بأمراض الدم الوراثية على المستوى المحلي والإقليمي. المركز الوطني لأمراض الدم الوراثية يمضي قدما في تحقيق أهدافه بتأهيل مرشدين في مجال الصحة الوراثية كأول مركز إقليمي يعنى بأمراض الدم الوراثية، بعد أن كشفت الإحصاءات ارتفاع المصابين بأمراض الدم الوراثية محليا وعالميا.
الورش هذه أهميتها تنمية المعرفة، وكذلك بيان أهمية وجود مرشد وراثي في كل محافظة. المركز الوطني للصحة الوراثية يعتبر أول مركز على مستوى الإقليم حقيقة والخليج العربي يدشن ما يسمى بالبرنامج التدريبي أثناء الأداء الوظيفي لتخريج مرشدين وراثيين. في سلطنة عمان أيضا حوالي 9% منهم حامل أو مصاب لأمراض الدم الوراثية. في عام 2018 تم فحص ما يقارب 275 شاب وشابة في المحافظة، وتم تقديم أيضا خدمة المشورة الجينية بمستشفى الرستاق لعدد ما يقارب 635 حالة. جميع الفحوصات المقدمة والخدمة المشورة المقدمة للمواطنين تعتبر سرية وتؤخذ على محمل سري. الورشة الوطنية هذه والتي ينفذها المركز بمحافظة جنوب الباطنة، وبعد أن تم تخريج الدفعة الأولى من المرشدين الوراثيين، يستهدف العاملين في المؤسسات الصحية المختلفة بهدف تعريفهم بمستجدات العلم الحديث في مجال أمراض فقر الدم. أقدم المشورة الوراثية للأفراد سواء كانوا مصابين أو حاملين أمراض وراثية، بالإضافة إلى عمل ورش اللي من خلالها ممكن يستفيد الكادر الصحي ويتم تعريفهم ببرنامج الإرشاد الوراثي، بحيث نضمن التحويل المناسب للمرضى من جميع المراكز الصحية الموجودة في الباطنة الجنوب. في ناس كثير ما تعرف عنها، بس لما صارت تعرف عنها صار يجيو وحتى بدون موعد، وصلنا نقدم لهم الاستشارة الوراثية. الإحصاءات والمؤشرات تشير إلى تنامي وارتفاع حالات فقر الدم بمحافظة جنوب الباطنة والسلطنة عموما، الأمر الذي يحتم على الجميع التنبه لخطورة هذه الأمراض، مع التأكيد على أن المركز الوطني لأمراض الدم الوراثية أصبح يقدم الاستشارات للفحص المبكر لما قبل الزواج في كافة ولايات السلطنة من خلال المؤسسات الصحية المنتشرة. انتشار مراكز فحص الدم الوراثية في مختلف ولايات السلطنة يحتم على الشباب الإقبال عليها، وخاصة في مرحلة ما قبل الزواج، لتقديم المشورة بتجنب وقوع في مثل هذه الأمراض. عبد الله بن عامر الويهي، ولاية الرستاق، محافظة جنوب الباطنة. فترتنا الإخبارية مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان، وتتابعون فيها بعد الفاصل. فسحات في عمان، معرض يقدم تصورات تحافظ على التراث والثقافة العمانية. استمرارا لمساعي عمان تيل في دعم الشباب في انشاء مشاريعهم الخاصه وخلق فرص عمل تؤهلهم للبدء في حياتهم العمليه، ياتي برنامج مهنتي لاكساب الشباب المهارات والمعارف اللازمه لصيانه اجهزه الهاتف النقال والاجزاء الصلبه، بالاضافه الى صيانه البرمجيات والتعرف على انظمه التشغيل المختلفه. يمتد البرنامج الى 92 ساعه تدريب يحصل فيها المتدرب على شهادة مصدق عليها من قبل وزارة القوى العاملة، حيث سيتم تدريب 100 باحث عن عمل من 5 محافظات مختلفة بينهم عدد من ذوي الإعاقة لتأهيلهم لدخول سوق العمل. سيتم ترشيح الباحثين من قبل وزارة القوى العاملة. مهنتي من عمان تيل. أهلا بكم من جديد. بلغت قيمة العقود الإسكانية المتداولة خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 680 مليون ريال عماني، في حين بلغت الرسوم المحصلة أكثر من 22 مليون ريال عماني. وأشارت وزارة الإسكان إلى أن إجمالية أعمال النشاط العقاري تجاوزت 100,000 تصرف قانوني، شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والانتفاع والقسمة، بالإضافة إلى التأشيرات. وأوضحت الوزارة أن تصرفات البيع في محافظة شمال الباطنة سجلت النسبة الأعلى، تلتها محافظة جنوب الباطنة ثم محافظة مسقط. وقعت الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة وعمان تيل مذكرة تفاهم لتقديم حزم من خدمات الاتصالات والإنترنت وباقات من الحلول الذكية المتكاملة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وسيستفيد من هذه الخطوة أكثر من 37 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات الاقتصادية المسجلة.
لتوفير باقة أعمال المتقدمة لرواد الأعمال حاملي بطاقة ريادة، وقعت الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة وعمان تل مذكرة تفاهم تهدف أيضا إلى تقديم حزم من خدمات الاتصالات والإنترنت وباقات من الحلول الذكية المتكاملة لتقنية المعلومات والاتصالات. هذه المذكرة نسعى من خلالها مع شركائنا عمان تل إلى تقديم خدمات يعني رقمية عالية السرعة، خدمات الإنترنت، خدمات الاستضافة على الأنظمة السحابية وبأسعار مخفضة يعني تصل إلى 50% من الأسعار السوقية، وهذا بدون شك سيوفر بنية جديدة لرواد الأعمال لتطوير أعمالهم وللتوسع فيها. كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز مشاريع رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية بما يتناسب مع تطلعاتهم واحتياجاتهم من قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية. افتخر بشراكتنا الاستراتيجية مع ريادة لدعم وتعزيز قطاع ريادة الأعمال في السلطنة، حيث تقوم عمان تل من خلال هذه الاتفاقية بتوفير حلول سحابية متكاملة ورقمية لرواد الأعمال والمندرجين تحت ريادة، حيث قمنا وما زلنا نعمل من خلال شراكاتنا الاستراتيجية على تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. توقيع اتفاقية اليوم جاء في إطار دعم الشركة العمانية للاتصالات لقطاع ريادة الأعمال بتوفير حزمة متقدمة من باقة أعمالي، هذه حزمة متقدمة لرواد الأعمال تساعدهم في بدء أعمالهم التجارية وتحسن العائد على تكاليفهم التشغيلية بشكل عام. أهمية هذا النوع من الشراكة بين القطاع العام والخاص في دعم هذا القطاع المتنامي هو توفير بيئة عمل مناسبة لهذه الشركات لتحقيق الغاية المستدامة من هذا القطاع في رفض الاقتصاد الوطني إن شاء الله. وسيستفيد من هذه الخطوة أكثر من 37,000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات الاقتصادية المسجلة لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة. ويعتبر قطاع ريادة الأعمال في السلطنة من القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب العماني. نموذج ناجح لطالب استطاع اجتياز مرحلة التأهيل والعلاج من اضطراب طيف التوحد ويلتحق بالدراسة النظامية ويمارس حياته بشكل طبيعي. هذا النموذج تم التطرق إلى تجربته التأهيلية الناجحة وذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للتوحد بولاية عبري. يجلس عبد الرحمن العبري بين زملائه من طلبة الصف الثاني الأساسي منتظما في يومه الدراسي بشكل اعتيادي وطبيعي، يتنافس معهم في المهارات وفي تلقي الدروس في سعيه نحو التفوق والتميز بعد أن اجتاز مرحلة علاجية من اضطراب طيف التوحد. التحقت من مدرسة منبع العلم بالصف الأول العام الماضي، والآن أنا في الصف الثاني. الحمد لله تحصيلي دراسي ممتاز ولدي مشاركات عديدة. عبد الرحمن أنهى مرحلة من التأهيل والتدريب بنجاح عقب معاناته من اضطراب طيف التوحد الذي اكتشف معه في عمر السنتين، ليتمكن بتكاتف الأهل والمستشفى والأخصائيات في مركز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين بعبري ليعود شخصا سويا يمارس حياته الطبيعية. توجهنا للمستشفى وفادونا على أنه عنده توحد، كذلك بيحتاج إلى جلسات لعلاج وظيفي، وبالفعل استمرينا معهم. وبعد ذلك التحقنا بمركز الوفاء الاجتماعي، والحمد لله بعد تماثل الشفاء التحق في المدرسة مع الأسوياء من الطلبة الحمد لله. عبد الرحمن جاي للمركز وهو عمره 5 سنوات، بدأنا عنده بالمهارات اللي قبل الأكاديمية والمهارات المعرفية ومهارة الأداء البصري. بعد 2 أو 3 شهور شفنا الولد الحمد لله يستوعب واموره طيبه، بدانا عنده في المهارات الاكاديميه في تعليم الحروف وفي تعليم الارقام، والحمد لله رب العالمين تم تاهيله وقبوله في المدرسه. اصدقاء التوحد كونوا معنا كان شعار الاحتفال باليوم العالمي للتوحد الذي نظمه مركز الوفاء لتاهيل الاطفال المعاقين بعبري التابع لوزاره التنميه الاجتماعيه، والذي تضمن مجموعه من الفقرات ونماذج لاطفال اجتازوا برامج التاهيل بنجاح بالاضافه الى معرض مصاحب. تكاتف الجهود الاهليه مع مختلف المؤسسات التربويه سيساهم في حل الكثير من المواضيع المتعلقه بالتوحد. محمد بن سعيد العلوي، ولايه عبري، محافظه الظاهره.
أخبار عمان مستمرة من مركز الأخبار. وننتقل إلى جولة مع أخبار المحافظات. بعد تقييم المشاريع المشاركة في المجالات الستة التي تم اعتمادها، اختتمت جائزة البريمي للإجادة المجتمعية في موسمها الثاني. الجائزة شهدت هذا العام تفاعلاً ملحوظاً بعد أن سجلت حضورها في موسمها الأول. أصحاب الهمم والعطاء المجتمعي، وإن آثار التواري عن أعين الناس فإنجازاتهم تتحدث عنهم، ومن أجلهم أنشئت هذه الجائزة، جائزة البريمي للتميز المجتمعي، والتي عادت من جديد في نسختها الثانية حاملة بين حناياها جملة من الأهداف. حرصنا في النسخة الثانية لهذه الجائزة أن تكون هناك مستجدات كثيرة، أن نخلق جو من التنافس الكبير ما بين أصحاب المبادرات أصحاب المشاريع التطوعية، فتم هذا اليوم تكريم المراكز الأولى في ست مجالات لخلق جو تنافسي كبير بين هذه المشاريع. ستة مجالات تم التنافس عليها هذا الموسم: التراث والثقافة، والمجال التربوي والرياضي والاقتصادي والإعلامي، والمجال الصحي والاجتماعي، حيث التزم الحياد في تقييم الأعمال المشاركة تأكيداً لمصداقية التحكيم ومعايير المفاضلة. مبادرة إشراقة مبادرة مجتمعية تعزز قوة المرأة وتمكن قوة المرأة اقتصاديا في المجتمع. هذه المبادرة وجدت للمرأة وتهدف إلى تمكين قوة المرأة اقتصاديا وتحويل قوة المرأة فتح مشروع ريادي بدءا من المنزل، ثم التحول إلى مشروع ريادي أكبر خارج المنزل. الجائزة لم تغفل أيضا عن بعض المشاريع والشخصيات المؤثرة في المجتمع، فكان لهم التكريم تقديرا وتشجيعا لتقديم المزيد لخدمة وطنهم، لا سيما أولئك الذين تخطت إنجازاتهم حدود الوطن. في مثل هذه الجوائز تبرز الشخصيات وتعرف المجتمع على هذه الشخصيات ودورها الفعال في الدعم، أو دورها الفعال في الإبراز كشخصية مؤثرة في محافظة البريمي، وأنا أتوقع أنه هذه الشخصيات راح تكون حافز للأجيال القادمة من بعد هذه النسخ الأخرى. الحفل حظي بمشاركة مميزة من مختلف فئات المجتمع، وهذا ما يعد داعما آخر لاستمراريتها. جائزة البريمي للتميز المجتمعي في نسختها الثانية أكدت على أن خدمة المجتمع هي من الأولويات التي يحرص عليها أبناء المجتمع العماني في مختلف المجالات، وما المشاريع التي شاركت في هذه المسابقة إلا دليل واضح على ذلك. أنور بن زاهر الغريبي، محافظة البريمي. احتفل بولاية منح في محافظة الداخلية بتكريم المشاركين والداعمين لملتقى منح الترفيهي الاقتصادي، والذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه. الملتقى ضم مجموعة من الفعاليات والبرامج التراثية والثقافية والرياضية والفنية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية، إلى جانب إقامة الألعاب الترفيهية لزوار الملتقى واستعراض الفنون التقليدية لفرق ولاية منح والولايات المجاورة. رعى حفل التكريم معالي الشيخ سعود بن سليمان النبهاني مستشار الدولة. فسحة في عمان، معرض يقدم رسما تخطيطيا ومجسمات لمواقع مختلفة من السلطنة هدفها الحفاظ على عناصر التراث والثقافة العمانية. المعرض يقام ببيت البرندة حتى الثاني من مايو القادم. قرى بتخطيط يتيح للأفراد التجوال والمشي بين حوارها، ويمنح السياح فرصة الاستمتاع بأجواء ملامحها المحتفظة بأصالة الماضي والمنتشية بعبق الحاضر. بهذه المشاهد تخيل طلاب الجامعة الألمانية للتكنولوجيا حواري مسقط وقراها القديمة. أكثر من 60 رسما تخطيطيا
وعشرة مجسمات حاكت مواقع مختلفة تشهد إقبالاً سياحياً كثيفاً في مختلف ربوع السلطنة، حواها معريض فسحات في عمان الذي نظمته بلدية مسقط في بيت البرندة. تسعى بلدية مسقط من خلال التعاون مع الجهات الأكاديمية وعلى سبيل المثال الجامعة الألمانية لدراسة مقترحات حول تطوير الأحياء السكنية وجعلها قابلة للمشي وتوفير المتنفسات والمنتزهات للمواطنين في هذه الأحياء. المعرض يسعى إلى المحافظة على عناصر التراث والثقافة عند التخطيط الحضري في المستقبل من خلال إعادة تصميم وتخطيط الأماكن العامة في مسقط مع الاهتمام بالهوية الحضارية للسلطنة. أنا سعيد جدا لأنني أرى بيت البرندة يعمل سويا مع بلدية مسقط والجامعة الألمانية للتكنولوجيا. الأعمال المقدمة تخطط للأماكن العامة وتحفظ الهوية الحضارية عند التخطيط الحضري في المستقبل. فسحات في عمان يقدم نماذج وتصورات أجمل لقرى ومدن جمالها الطبيعي في بساطة عمرانها. قبل ختام نشرتنا هذا تذكير بأبرز العناوين. سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد يستقبل رئيس ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية ويعرب عن ارتياح السلطنة لسير العلاقات بين البلدين الشقيقين. أمام مجلس الشورى وزير الخدمة المدنية يؤكد استمرار التوظيف في القطاع الحكومي ويشير إلى أن ترحيل الترقيات مرتبط بالظروف المالية. أنا في الصف الثاني والحمد لله تحصيلي دراسي ممتاز ولدي مشاركات عديدة. عبد الرحمن طفل عماني يتجاوز مرحلة التأهيل من طيف التوحد ويلتحق بالتعليم النظامي. شكرا لكم على المتابعة وتقبلوا تحيات فريق العمل في مركز الأخبار. إلى اللقاء.